شكرا جزيلا. وكما ذكرت آن، أنا موظف في الخدمات الخارجية في وزارة الخارجية الأمريكية، وقد تم تعييني للعمل لدى القيادة الأمريكية في إفريقيا، وهو منصب مثير للاهتمام لأنني بصفتي دبلوماسيا أمريكيا أعمل عن كثب مع جيش الولايات المتحدة في إفريقيا. وللقيام بذلك خلال فترة جائحة كورونا كان وقت الأزمة ممتعا للغاية. لذلك أردت فقط أن أقول أولا أنه من الرائع حقا أن أسمع منكم جميعا وأن أتعرف على ما يحدث داخل بلد كل شخص، وأعتذر عن بعض النواحي لأنني لا أملك نفس العمق واتساع المعرفة ببلدانكم كلكم. لقد أتيحت لي فرصة العيش في المغرب لمدة عامين كجزء من الخدمة الخارجية الأمريكية، كنت ممتنا لتلك التجربة لكنها كانت منذ بعض الوقت. لذلك للأسف هذا غير ذي صلة بموضوعنا من مناقشات جائحة كورونا اليوم. نوعا ما على مستوى كيفية تأثير ذلك على الجيش الأمريكي والدبلوماسية الأمريكية، أردت فقط تسليط الضوء على برنامج وعمليات الأشخاص إذا جاز لي ذلك. من وجهة نظر الناس هناك جهد كبير من قبل كل من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية لضمان سلامة المواطنين الأمريكيين خلال هذا الوقت من فترة الفيروس. لقد رأينا إعادة أكثر من 70,000 مواطن أمريكي من جميع أنحاء العالم، وكثير منهم قدموا من القارة الإفريقية. هذه أكبر عملية إعادة وإجلاء لمواطنين أمريكيين تم إجراؤها على الإطلاق، لذا فهي تحمل عبئا ثقيلا جدا. مع ذلك جاءت الحاجة إلى تقليص عدد الموظفين في السفارات الأمريكية عبر القارة وفي شمال إفريقيا على وجه الخصوص، لذا فإن لها تأثيرا على قدرتنا على الاستمرار في مستوى المشاركة الذي أعتقد أن العديد منكم على دراية به، مما يقودني إلى الجزء التالي الذي أردت طرحه وهو البرامج. إن لجائحة كورونا بالتأكيد تأثير على قدرتنا على الحفاظ على المشاركة في برنامج IMED على سبيل المثال، الذي أنا متأكد من أنكم على دراية به، إنه غير قادر على الاستمرار، فنحن لا نرسل طلابا من الخارج إلى مدارسنا العسكرية في الولايات المتحدة في هذا الوقت بالذات. ثم أخيرا العملية، كانت هناك قيود من مستوى السياسات من وزير الدفاع على الأفراد الأمريكيين، والتي لها على ما أعتقد تأثير على قدرتنا على المشاركة الكاملة. الآن لا أحب أبدا النظر إلى الأشياء من منظور التحديات التي يتم عرضها، فأنا دائما أحب أن ألقي نظرة على الفرص التي ظهرت. وقبل كل شيء اسمحوا لي فقط أن أقول أن مرض جائحة كورونا كان بلا شك أكثر من مجرد حالة طوارئ صحية عامة في ظروف أزمة، إنه يمتد إلى أزمة اقتصادية، أزمة سياسية إذا صح التعبير. نحن نتفهم كل ذلك وننظر بالتأكيد إلى مجمل البيئة الحالية من شتوتغارت في ألمانيا، لكنني أريد أن أقول من حيث الفرص. لا أتذكر من منكم ذكر ليبيا، لكن القائد الجنرال تاونسند تمكن من السفر إلى ليبيا. كان هناك يوم 22 يونيو حزيران مع سفير الولايات المتحدة. أعتقد أن هذا مؤشر جيد حقا على أنه على الرغم من كل المخاوف من حولنا ما زلنا قادرين على الحفاظ على الدفاع والدبلوماسية في شمال إفريقيا إلى المستوى الذي نشعر أنه ضروري لضمان عدم استفادة جهات فعالة أخرى على سبيل المثال من الوضع في ليبيا. أنتم تعرفون أنني أريد أيضا أن أشير فيما يتعلق بالفرص، التبرع الكبير إلى حد ما الذي قدمناه للمغرب، أعتقد أنه معدات بما قيمتها 100,000 دولار من معدات الحماية الشخصية، ونحن ممتنون للغاية لوجود مثل هذه الشراكة القوية مع نظرائنا المغاربة لتحقيق ذلك. لذا سأتوقف هنا عند هذا الحد، أمل أن لا تكون مداخلة قصيرة جدا، ولكنني مهتم جدا بأسئلتكم وربما إجراء محادثة في الاتجاه الذي يراه الجميع مناسبا. إذا سوف أنهي هنا، شكرا لك آن.